بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبته والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، في كل لمحه ونفس عدد ما مساوى يد الله. اللهم يا مقيت صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، الذي تعلق بالمقيت فكان يبيت عند ربه فيطعم ويسقيه، فواصل ونهى غيره لبيان كمال خصوصيته، وتخلق به فأطعم الجموع الفقيرة من الطعام القليل ببركته، وسقى الجيوش من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة، ولم يرد سائلا إلا بحاجته، وحلب الشاة الحائلة وقت الجفاف، وحيثما حل حل معه الرخاء، وأشار إلى السماء فأمطرت، وغرس النخلات بيده فأثمرت من عامها، وأقات الأرواح بالحقائق والقلوب بالمعاني والأسرار بالأنس والمشاهدة، كما أقات الأبدان بأطايب الطعام والشراب، وتحقق به فأوتي مفاتح خزائن الأرض في الدنيا ومفاتح الجنة في الآخرة، صلاة تكون لأبداننا قوتا، ولقلوبنا شفاء، ولأرواحنا خلاصا وإخلاصا، ولأسرارنا حبا وأنسا واشتياقا، فنستغني بالمقيت عن القوت، ونكون مقيتين لغيرنا يا الله يا مقيت. اللهم يا حسيب في ذاتك وصفاتك جلالا وشرفا وكمالا، ويا سريع الحساب يا رب العباد، ويا كافي كل من استعانك وولاك، فنعم الحسب أنت ونعم الوكيل. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الحسيب النسيب، سيد ولد آدم، الذي استكفاك فكفيته، واستعانك فأعنته، وتوكل عليك فكنت حسبه، وعلمته عدد السنين والحساب من حركة الأفلاك، ليعلم الناس مواقيت الصلاة وهلال رمضان والأشهر الحرام، لأداء الحج والصيام وزكاة الأموال، وليعلم الناس كيف تستوفى الحقوق وتتيسر لهم أسباب المعاش وراحة البال. وقلت في محكم الكتاب: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، صلاة تكون بها حسبنا فتكفينا وتهدينا، لنحاسب أنفسنا فلا تطغينا، ولنزداد إيمانا وإحسانا، فننتسب إلى حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وننال من شرف قولك: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لنكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا جليل يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تجليت عليه بصفة الجلال فحليته بالهيبة والوقار، ولم ينظره إنسان إلا أخذته رعدة تحميه من سلطان جمال طلعته، فصار جلاله نقابا لجماله، فلا يفتتن ناظره كما حدث لصواحب يوسف، ولا يتجرأ عليه سفيه لكمال تواضعه، فصار الجلال حصنا احتمى فيه الجمال، توقيرا له من السفهاء وأهل الجرأة، وحماية أصحابه من سلطان جماله، صلاة نجل بها قدر هذا النبي صاحب الجلال والجمال، فنحتمي بحماه ونسلك سبيله سبيل الرشاد، وتورثنا شيئا من جلاله يحمينا من تطاول أهل الجرأة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري، وفاة والمتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى،
ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره بالدارين امين. الحديث 51 حديث التذكير والتبريد بالصلاه باسنادنا عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الامام البخاري في صحيحه باسناده عن انس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاه واذا اشتد الحر ابرد بالصلاه، يعني الجمعه. وتكلمنا على الوجه الاول وقلنا معنى التبكير في اي وقت هو، وانه يكون بعد الزوال، وان التبكير يكون في وقت البرد تيسيرا على الناس حتى لا ينتظروا الصلاه في البرد، وان التاخير في وقت الحر حتى ينتشر الظل فيتيسر للناس الوصول الى صلاه الجمعه بلا اذى. ثم يقول في الوجه الثاني: هنا بحث، وهو ما الحكمه في التبكير بها في البرد، وما الحكمه في التاخير بها ايضا في الحر؟ فان قلنا انه تعبد فلا بحث، يعني معناه اذا لم تعلم الحكمه بالحكم الشرعي يسموها تعبدي. تملي يقول لك مثلا الحكايه دي تعبديه، تعبد الظهر ليه 4 ركعات؟ ليه ما كانش 6؟ طب وليه ما كانش 2؟ تعبدي، ما نعرفش، هي كده. يبقى لم تعلم الحكمه في المساله او العله يسموها تعبديه. ليه اذا ولغ الكلب في الاناء نغسله 7 مرات يحدونا بالتراب؟ طب اشمعنى يعني ما كانوش 9 مرات؟ طب وليه ما كانوش 3 مرات؟ طب وليه ما كانوش مره واحده؟ طب اشمعنى التراب معانا؟ تعبدي، العله تعبدي مثلا، لان الحكمه مش معروفه. وان كان الشافعيه قال لك العله غلظ النجاسه، لكن مش متفق عليه، ده راي الامام الشافعي. باقي الفقهاء مش متوافقين على كده. يقول لك عله تعبديه، لو كان العله نجاسه يبقى يغسله لحد ما يزول اثر النجاسه وخلاص بلا عدد، زي اي نجاسه. اشمعنى حدد العدد دي؟ واضح؟ فيبقى لما تبقى المساله مش معروفه حكمتها ولا علتها يسموها تعبديه. يعني لا يقاس عليها. تبقى هي كده، ما تعرفش تقيس عليها. لما يبقى في حكمه او عله نقدر نقيس. في الحكمه المصالح المرسله، وفي العله القياس. وده أبواب كبيرة واسعة في أصول الفقه لمن يدرس أصول الفقه. إزاي تقيس وإزاي تدرك المصلحة المرسلة التي بها تكون مقصودا للشرع الشريف فتجري الحكم عندها وتبعد الحكم إن لم يحصلها ولم يستوفيها. فهنا بيقول لك لو كان التبكير أو الإبراد، يعني التأخير، مش معروف الحكمة أو العلة، هنقول تعبدي. أدي معنى كلمة تعبدي، كويس؟ إن هو الشرع قال لنا كده، اعمل كده وبس، حاضر. واضح؟ وإن قلنا إنه معقول المعنى، فما الحكمة؟ لو قلنا ده بقى أمر معقول المعنى، طب إيه الحكمة؟ فنقول والله أعلم، لما بعثه الله عز وجل رحمة للمؤمنين كما أخبر جل جلاله بقوله في حقه في المؤمنين رؤوف رحيم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان فيه تأذ أو شيء من التشويش كان يزيله عن المؤمنين، لأنه إيه؟ جاء برفع الحرج. النبي جاء بدين لا حرج فيه، وجاء بدين فيه يسر. فكان النبي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. دي عادة النبي مستقرة. لماذا؟ لأنه رحمة للعالمين، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه كان منا بمنزلة الوالد من ولده شفقة ورحمة. يبقى العلة هنا تكون شفقة النبي على الأمة حتى لا يتأذوا. فالتبكير في البرد حتى لا ينتظروا الصلاة في البرد فينهيها سريعا ثم يعود إلى بيتهم يستدفئوا، أو أن التأخير في الحر حتى ينتشر الظل فيأتوا إلى الصلاة في وقت الظل. يبقى هذه العلة هي رفع الحرج عن الأمة ومنع أسباب التشويش التي قد تؤثر على خشوعهم في العبادة من شدة حر أو شدة برد. فلا
فلما كانت شدة البرد مما يؤلمهم، لا سيما مثل أهل الصفة، لأن الغالب عليهم وعلى البعض من الصحابة رضي الله عنهم قلة الثياب، بكر عليه السلام بها من أجل تألمهم من البرد، والبرد ضره شديد، كما أن حر القائلة شديد، فكان يبرد بها في الحر لكثرة التألم من الحر أيضا. الوجه الثالث يترتب على هذا من الفقه أن كل ما يكون للمرء فيه تشويش في الصلاة فينبغي أن يزيله، لأنه مما يحسن الصلاة، يعني إزالته يؤدي إلى حسن الصلاة، إزالة أسباب التشويش يؤدي إلى حسن الصلاة. نهى النبي أن تصلي وأنت جائع في حضرة الطعام، عشان أنت جعان فكل مخك عايز تاكل، فيقول لك لا، لو أقيمت الصلاة وحضرت، لو أقيمت العشاء العشاء وحضر العشاء فقدموا العشاء، يعني كل الأول لإزالة تشويش الجوع. أمرك مثلا ألا تصلي وأنت تدافع إحدى الأخبثين، لا تبقى حاقد للبول ولا حاقد للبراز ولا حاذق للريح، لأن ده يؤدي إلى أنك أنت تبقى في صلاتك يعني غير خاشع مشوش. أمر القاضي ألا يقضي في مسألة وهو غضبان، لأن الغضب يشوش عليه الحكم فقد يجعله يجور في الحكم. وهكذا جاء الشرع الشريف بإزالة أسباب التشويش عند القيام بأعباء التكاليف الشرعية حتى تكون خالصا لمولاك سبحانه وتعالى. يترتب على هذا من الفقه أن كل ما يكون للمرء فيه تشويش في الصلاة فينبغي أن يزيله، لأنه مما يحسن صلاته، لأن التشويش لا يمكن معه خشوع ولا حضور قلب، وهما أجل ما يطلب من المصلي، الخشوع وحضور القلب مع الله هو ده أقصى ما هو مطلوب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. كأن الإعراض عن اللغو في خارج الصلاة يعينك على الخشوع في الصلاة. الإنسان اللي قاعد خارج صلاته طول النهار يلعب ويتكلم ويشاكس ويهزر مع الناس وكده، يجي يصلي لقيه ما زال مشوش بما كان فيه من اللغو. فعشان كده لابد أنك تحضر نفسك في الصلاة، تمنع نفسك من اللغو خارج الصلاة، ما تبقاش قاعد مثلا تتفرج على المسلسلات، تتفرج على الافلام، تتفرج مش عارف ايه، وانت روح داخل في الصلاه انت هتبقى مشوش بالاحداث التي كانت امام عينك، لان الانسان غصب عنه لابد ان هو يتاثر بما يراه ويتاثر بما يسمعه، طبيعه الانسان كده يتاثر. فالاحسن يبعد عن اسباب التشويش، عن اللغو المعرضون. شوف علاقه مهمه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وكأن الإعراض عن اللغو يعينك على الخشوع، وهما أجل ما يطلب من المصلي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين، اللي هو البول والغائط يعني. الوجه الرابع فيه دليل على ابتداء الكلام بالألفاظ العامة ثم يخصص ذلك العام في الخبر نفسه، وهو من فصيح الكلام، يؤخذ ذلك من كونه أتى أولا بلفظ الصلاة عامة ثم خصص أخيرا بأن قال الجمعة. يعني لما تيجي تشوف نص الحديث تلاقي الأول كلام عام وين خص، قال لك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، أي صلاة عامة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، في الآخر قال لك يعني الجمعة، بعد ما عمم راح خصصه بالجمعة. وده يدلك على انك ما تعرفش تاخد الحكم الا لما تكمل المسألة، ما تقراش بقى الحكم من الاول وتبطل وما تقراش اخر السطر وتجيب حكم، لان قد يكون في اول السطر الحكم عام ثم يخصصه في اخر السطر في اخر الجملة. فلابد انك انت لا تكتفي بجزء من العلم، بل لابد ان تحصل كل العلم فتنتهي منه الى حكم صحيح. ودي نقطة هامة، يعني في بعض الناس بتتسرع، بعض الناس تقرأ أجزاء من كتب العلم ثم يستنبط منها أحكام، وهو لم يكمل العلم بعد، ولم يكمل حتى
أسباب فهم العلوم من تحصيل اللغة العربية وأدوات الفهم ومن تحصيل المنطق وغيره حتى يضبط جنانه، فيبقى النحو يضبط اللسان والمنطق يضبط الجنان، فلا بد أن يدخل إلى الشرع الشريف ضابطا لجنانه يعني لعقله بعلم المنطق وضابطا للسانه بعلم النحو والبيان. فإذا دخل في الشرع الشريف بعد ذلك وقد ملك ناصية البيان وترتيب الجنان يستطيع أن يستنبط الأحكام بصورة لا تخالف إجماع المسلمين. والذين تجرأوا على الدين بغير تحصيل هذه الأسباب من الشباب الحديث كلهم هاجموا على القرآن حفظا، وبعد ما حفظوا القرآن استنبطوا منها الأحكام قبل ما يتعلم اللغة العربية ولا تفسير القرآن ولا علم الحديث ولا ولا ولا، وهجموا ويقول لك إيه الدليل؟ يأخذوا بالقرآن مباشرة ومن الحديث مباشرة، وهو لم يجمع حتى كل الأحاديث الواردة في المسألة، ولا يعرف حتى درجة الحديث الذي استنبط منه الحكم، ولا يعرف وجوه الاستنباط وكيفية الاستنباط وكيف يكون هناك أمر خاص ويراد به العموم، وأحيانا يكون أمر عام ويراد به الخصوص، وأحيانا يكون أمر مطلق ويراد به المقيد، وأحيانا يكون مقيدا ويراد به المطلق، وقد يكون الحكم هذا قد نسخ وأنه كان حديثة حال وأنه تغير، وهو لا يدرك ذلك كله، ثم يهدم ويلبس الجلباب الأبيض ويترك حياته طويلة، ثم يضع الغطرة ويقف على المنابر يكلم الناس ويعلمهم أمور الدين وهو أجهل من الدواب. هذا لا يصح، هذا استخفاف بشرع الله، وهذه جرأة على شرع الله سبحانه وتعالى. وعلى شكرا بيقول لك فيه دليل على ابتداء الكلام بالألفاظ العامة ثم يخصص ذلك العام في الخبر نفسه، وهو من فصيح الكلام يؤخذ ذلك من كونه أتى أولا بلفظ الصلاة عامة ثم خصصها آخرا بأن قال الجمعة. وفيه من الفائدة أنه لا يؤخذ من كلام المرء بعضه ويترك بعضه، لأن أول الكلام قد بينه آخره، وبالعكس، لكن بشرط ألا يتنافى المعنى الأول مع الآخر. الوجه الخامس فيه دليل على أن سيدنا صلى الله عليه وسلم يشرع من الأمور في الدين بحسب ما يفهمه الله تعالى ويجب العمل به، يعني بما فعله النبي فهما لأحكام الله. مش يجي تلاقي النبي عمل تقول لي أصله مالوش دليل من القرآن. طب بس النبي عمله، طالما النبي عمل وده حجية السنة اللي الناس كتير بتتناقش فيها الوقت، السنة في حد ذاتها حجة في حد ذاتها، ده قد تأتي السنة بحكم لم يأتي في القرآن أصلا، يعني قد تستقل السنة ببعض الأحكام، وقد تأتي السنة بتخصيص ما هو عام في القرآن، وقد تأتي السنة بتعميم ما هو خاص في القرآن. يبقى السنة في حد ذاتها حجة، لأن النبي وظيفته أن يغين للناس ما نزل إليه، وبيانه يكون إما بقوله أو بفعله أو بإقراره صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مفردات السنة المعلومة. ولذا يقول يؤخذ ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام قدم الصلاة وأخرها ولم يخبر أن ذلك بوحي، وكان عليه السلام إذا كان ما يأمر به أو يفعله بوحي يخبر به، يعني أحيانا النبي كان يفعل ويقول إنه أخبرني جبريل قال لي اعمل كذا، أحيانا كان يفعل ما قالش أخبرني جبريل بمحض فهمه الذي أفهمه الله له. فإيه فعل النبي سواء أخبر أنه بالوحي أو بغير وحي ففعل النبي في حد ذاته حجة، لأن الله جعله حجة على العالمين سبحانه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل للذين يقولون في قول مولانا جل جلاله لتحكم بين الناس بما أراك الله، هو كل ما يخطر له أو يراه مصلحة أن يفعله وإن لم يكن أوحي إليه فيه شيء، لأن كل ما يتعبد عليه السلام به هو من قبيل الوحي، إما بالواسطة وهو إتيان الملك به، وإما بوحي إلهام
ولذلك لم يختلف أهل التوفيق والتحقيق أن اتباع السنة في أي شيء كانت هي أفضل الأعمال. في بعض علماء الأصول يقول لك إيه؟ يقول لك الأمور العادية المتعلقة بالبشرية دي مش من التشريع، بيحب إيه ويأكل إيه بينام إزاي ما يعمل، دي مش من التشريع، دي بشريات. في بعض أمور علماء الأصول قسموا كده، لكن الحقيقة لو نظرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أعماله على عين الله، فحتى بشرية النبي اختلطت برسالته واختلطت بنبوته بحيث أنك لا تستطيع أن تميز بين البشرية بغير نبوة أو النبوة بغير بشرية أو النبوة بغير رسالة. فالنبي صار بشرا نبيا رسولا في كيان واحد، فكل تصرفاته تصرف وهو بشر نبي رسول، مش يتصرف تصرفات عشان هو هنا بشر وتصرفات تانية عشان هنا نبي وتصرفات تالتة علشان، مش انفصام في الشخصية، مش بنتعامل مع شخص مكون من ثلاث أشخاص كما قسمه بعض الناس الذين خالفوا نظرتهم في النبي، بل النبي في حال بشريته كان أيضا هو رسول الله، وفي حال رسالته كان هو نبي الله، وفي حال نبوته كان بشرا رسولا. فلم يختلف النبي ولم يكن عنده انفصام في شخصه، بل في كل تصرفاته كان، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه واحد من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمرو كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت قريش قالت له أنت بتكتب كل ما يقوله وده برضو بشر بيبقى أحيانا غضبان أحيانا فرحان، فما تكتبش كل اللي يقول، في حال الغضب والرضا قد يقول ما ليس وحيا. فذهب للنبي سأله قال له صلى الله عليه وسلم اكتب فوالله لا يخرج من فمي إلا وحيا. في الغضب والرضا يا رسول الله؟ قال في الغضب والرضا. فهمت؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كل تصرفاته وحي، لدرجة ان في بعض الناس طبعين قريت بعض الكتب بيقسموا النبي لثلاث حاجات، أفعال كان لأنه نبي فلا يقتدى به، وأفعال لأنه رسول فيقتدى به، وأفعال لأنه بشر فلا يقتدى به. مقسمين السنة بالطريقة دي. راجل جاي من سوريا وليه كتب في السوق أنا نسيت اسمه، ويمثل مدرسة كبيرة في المغرب وفي المشرق. هذا الرجل لا يسير مش عدنان الرجاع ده، واحد تاني من كلمات كمان عدنان رفاعي ده برضه ماشي بمخ. هذا الكلام خطأ شديد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق الله روحانيته نبأ قبل ظهور جسديته صلى الله عليه وسلم، فنبئ في عالم الأرواح، فهو نبي وهو في عالم الأرواح. ثم لما ظهرت بشريته ظهرت بشريته مختلطة بنبوته ورسالته مع بشريته في آن واحد، فلا يوجد انفصام، فكل عمل يفعله النبي وحي من الله عز وجل. وعلى شكله بيقول لك هنا ايه، ولذلك لم يختلف اهل التوفيق والتحقيق ان اتباع السنة في اي شيء كانت، يعني في العادات وفي العبادات وفي المعاملات كلها، في اي سنة طالما النبي عمل كده حتى لو اتبعته في العادات، شوف قد ايه تبقى برضه متعبد لله عز وجل، هي افضل الاعمال واقربها الى الله عز وجل. ويؤيد ذلك قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الوجه السادس فيه دليل على ان المطلوب في الصلاه اخلاء القلب لانه بيت الرب عز وجل، يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام يلحظ شده البرد والحر اللذين هما ولا بد يصلان إلى القلب حتى يشتغل بذلك عما هو بسبيله، وكذلك ينبغي في كل ما يشغله من أي شيء كان. ومن أجل ذلك خرج أهل التوفيق عن الدنيا لأنه لا شيء أكثر تشويشا منها، ومن أجل ذلك أيضا تركوا الشهوات وطلب المناصب لأن ذلك أيضا من أكبر التشويشات. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أهل التوفيق سكارى من حب الدنيا. يبقى ولذلك أهل التوفيق أخرجوا الدنيا من قلوبهم وجعلوها في أيديهم،
ولم يدخلوا الدنيا في قلوبهم، لأنها لو دخلت في قلوبهم لتشوشت عليهم حياتهم، فجاهدوا واجتهدوا أن يخرجوها من قلوبهم وأن يجعلوها في أيديهم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت مفاتيح خزائن الأرض في يدي، ما قالش في قلبي. يبقى كانت الدنيا في يد النبي، قال كده في حديث البخاري: بين أنا نائم إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فهي في يدي. يبقى الدنيا تبقى في إيدك أيها المسلم، لا تكون في قلبك، لأن لو دخلت قلبك شوشت. فإن كنت لا تستطيع أن تمارس الدنيا وهي في يدك وقلبك بريء منها فاتركها أفضل حتى من يدك. وأشك كده في بعض أهل الزهد تركوا الدنيا خالص وعاشوا في البراري، لأن لا نفسه مش عارف يحل المعادلة دي، إزاي يتعامل في الدنيا في إيده من غير ما تدخل قلبه. فلما فشل مرة واثنين وثلاثة تركها بالكلية وعاش في البراري. والأكمل إنك تبقى الدنيا في إيدك، تنفق منها كيف شئت ولا يمس قلبك منها شيء، لأن ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان لا يرد سائل، وفي نفس الوقت لم تدخل الدنيا في قلبه لحظة ولم يلتفت إليها لحظة. فالأكمل أن تكون في يدك، أن تكون الدنيا في يدك حتى تنفقها لله، من أن تعرض عنها بالكلية مخافة أن تدخل في قلبك. ولكن لو كنت من أهل الضعف وأنها لابد أن تدخل قلبك، فاعتزال الدنيا أقرب للسلامة من أن تتعامل معها وهي داخل قلبك. واضح؟ الوجه السابع فيه دليل على أنه إذا كان التشويش يسيرا لا يبالي به، لأنه قل ما ينفك أحد منه إلا الخواص وقليل ما هم. يؤخذ ذلك من قوله: في الحر والبر فوصفهما بالشدة، فإذا لم تكن فيهما شدة فلا بد من تألم ما، لأن البشرية خلقت ضعيفة، والضعيف كل شيء يؤثر فيه بالقدرة. ولذلك قال العلماء: شوف كل شيء يؤثر فيه إيه؟ بالشيء ولا بالقدرة؟ بقدرة الله، يعني بالله. كلام دقيق تأخذ بالك منه، إن الحر لا يؤثر بذاته بل بقدرة الله فيه، والبرد لا يؤثر بذاته بل بقدرة الله فيه. على شكل كل شيء يؤثر فيه بالقدرة، أي بقدرة الله. ولذلك قال العلماء: إن الحقن إذا كان يسيرا لا يمتنع معه الخشوع فالصلاة جائزة. الحقن يعني لو أنت مثلا عايز تتبول لكن مش محصور وأقيمة الصلاة، صلي ما يجرش حاجة، طالما مش يعني محصور قوي، واخد بالك؟ لأ، ساعات الواحد يبقى متوضي ولو دخل الحمام ما عندوش منع يتبول، لكن هو مش مزنوق قوي، فدخل لها الصلاة أقيمة، له أنه يدخل يصلي في حين أنه هو كان ممكن يتبول، لأنه حقن ليس مؤثرا على قلبه وتبقى صلاته صحيحة. إنما ما ينفعش يبقى حاقن للبول لدرجة هيعمل رجليه يضمهم في بعض ويقف يصلي، وبعدين يجي الإمام يجي يركع إلى البول نزل منه، ما ينفعش دي، تفسد صلاتك ويفسد وضوءك ويتنجس ثيابك وبيبقى بلا خشوع. وبالتالي لو كنت تجعان جوع يسير صلي برضه عشان ما تضيعش الجماعة، لكن لو جوع شديد يؤثر على لا كل الأول. لو عايز تنام نوم بس مش كابس عليك قوي صلي العشاء الأول، لكن انت بتصلي بتنام على روحك، طب نامش الاول وبعدين بعد كده ما تستيقظ. فليعبد احدكم ربه نشاط، يعني لا يخلو الامر من انه يبقى تشويش، لكن في تشويش يقبله الشرع بحيث لا يكون شديد، وفي تشويش امر الشرع انك انت تزيله بالكليه. علشان كده قالك في الحر الشديد والبرد الشديد، مش مطلق حر ومطلق برد. واضح؟ فدي نقطه مهمه، إنما أنت هتدور إنك أنت في وقت بقى تكون خالي من أي تشويش تعبد ربك، لن يأتي هذا الوقت. واضح؟ لكن لابد يكون في بعض التشويش لأنك أنت إنسان. فالتشويش الذي ليس بشدة لك أن تمارس العبادة وأنت مشوش به، وهذا لا يضر العبادة. الوجه الثامن فيه دليل على أن الأمر بالنظر لمصلحة العامة، لأنه من أجل قلة حمل البعض ذلك الأذى الذي هو الحر والبرد. يبقى الإمام لازم يراعي مصلحة الناس اللي بيقودهم. النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه كان لا يشعر بحر ولا ببرد، صلى الله عليه وسلم كان لا يتأذى من حر ولا برد،
وكان حيثما سار في الحرب بتظل غمامة، ولو لم تظل الغمامة لا يتأذى بالحرب صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيراعي الناس مش بيراعي بقى نفسه. فلما لقى أن الناس بتتأذى من الحر والبرد راعى هذا الأمر، ففي البرد يعجل بالصلاة وفي الحرب يأخر شوية لما الدنيا تهدأ الحرارة. يبقى النبي يراعي حال الضعيف، والإمام لابد أن يراعي حال الضعفاء ممن يرعاهم واسترعاهم واسترعاه الله عليهم. فدي نقطة هامة، إن الضعيف سيد القوم. كان النبي يسير بسرعة أضعف واحد في الركب صلى الله عليه وسلم، ولا يسير الركب بسرعة القوي بل بسرعة الضعيف. فيه دليل على الأمر بالنظر لمصلحة العامة، لأنه من أجل قلة حمل البعض ذلك الأذى الذي هو الحر والبرد. سيدنا علي كان لا يشعر بالحر ولا بالبرد بدعوة النبي له، كان يلاقوه في عز الحر لابس جبة صوف وماشي في الشمس ولا متأذى، وفي عز البرد لابس ثوب رقيق بيهفف على جسمه في حاجة تحتيه ولا باين عليه برد ولا حر، ببرد دعوة النبي سيدنا علي. لكن دي أهل خصوص، لكن النبي راعي العوام العاديين، الحالة العادية العامة، مش الايه مش اهل الخصوص. لانه من اجل قله حمل البعض ذلك الاذى الذي هو الحر والبرد، لانه بالقطع منهم من يحملها ويفرح بهما لما يكون له فيهما من الاجر، لان الاجر في العباده بقدر التعب، والتعب يزيد الاجر. وفي بعض الناس يحب ينقي اليوم الحر الشديد ويصوم، يقول لك علشان بيبقى فيه شويه تعب واللي بقدر العناء الاجر سواء، لكن يقدر يتحمله. سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ايه؟ احب الليل البارده المظلمه لاقومها، والنهار الحار الشديد لاصومه. سيدنا علي كان يختار كده ليه؟ لان كلما زاد العناء كلما زاد إيه الأجر. لكن عناء لا يخرجك عن حد الاعتدال اللي بيتبقى حاضر في عبادتك. ولهذا كان بعض المتعبدين يصلي وجهه في الحر في البيت وفي البرد في سطح البيت للعلة المذكورة. وقد قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحمل عليه السلام الكل على عمل واحد، ونقص الأجر يتبعض من أجل أن غيرهم قد لا تجزئه صلاته من كثرة التشويش الذي يلحقه، أو قد يلحق منه مرض يمنعه حضور صلوات كثيرة. إلا أن هنا معنى ما، وهو بشرط ألا يدخل لأحد الفريقين خلل في الدين، لأن أحد الفريقين إنما نقصه زيادة في الأجر بعدما كمل له فرضه. الوجه التاسع، فيه دليل على أنه لا يؤخذ ما زاد على الواجب من العبادات من المندوبات إلا بشرط ألا يدخل على الغير نقص في فرضه. يؤخذ ذلك من كون عليه السلام ما حرم البعض زيادة الأجر كما وصفنا إلا من أجل نقص فرض الغير. يعني الإنسان يعمل من العبادة المجزئة يبقى فرضه كامل علشان ما يقللش فرض غيره. يعني تيجي في صلاة الفريضة خفف على الناس، في صلاة السنة طول على الناس، لأن السنة مش ملزم يقدر يسيبك ويمشي، إنما الفريضة هو ملزوم يعملها، فما تجيش ترهقه فيها تقوم تخرجه من خشوعه. وعلشان كده النبي يقول: إذا أما قوم أحدكم فليخفف. الوجه العاشر، فيه دليل على أن قوله عليه السلام: سيروا بسير أضعافكم، إنه ليس في السفر وحده بل في كل موضع، لأن هذا الحديث من ذلك القبيل. لما لم يقدر البعض على حمل الأذى خفف عليه السلام عن الكل وحملهم محمل الضعفاء. ويترتب عليه من الفقه أن الإمام ينظر إلى جماعته، فإن رأى فيهم مريضا أو ضعيفا أو يعلم صاحب حاجة يخفف فهي السنة، وإن علم أنهم أقوياء في الأبدان والإيمان أخذ بهم الأفضل وأطال الصلاة. ولذلك ينبغي لكل من له رعاية أعلى أو أدنى أن ينظر إلى ما هو أرفق بهم في جميع الأمور يسيرا كان أو كثيرا، والكمال فيه مطلوب، وما يوجد هذا الحال إلا بفقه الحال. وفقه الحال على ما ذكره أستاذ الفقهاء أنفع أنواع الفقه. يعني ما يبقاش الإمام بيخفف الصلاة على طول، أو إمام تاني بيطول الصلاة على طول، لازم يراعي الحال، واخد بالك؟ ما يجيش مثلا يصلي في مسجد في محطة القطر والناس هتركب القطر يروح يراهم سلطة البطر، واللي وراه مسافرين كل واحد عايز يلحق القطر،
راعي الحال اللي جاي عايز يلحق فريضه عشان الحال تبقى المسجد بتاع المطار. ما تجيش بقى تقعد تطول وتقول اصل النبي كان بيطول. طيب ما كان بيطول لما يبقوا ايه؟ ما عندهمش حال سفر. وهكذا. يبقى لازم الانسان يراعي حال كل حاجه. ما يبقاش ايه ماشي على وتيره واحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يدخل في الصلاه يريد الاطاله، يسمع بكاء الصبي يخفف من اجل شفقه الام عليه. عشان كده مراعاه الحال مهمه، ومراعاه الحال دي بتفرق من فقيه لفقيه. وفقه الحال على ما ذكره السادة الفقهاء أنفع أنواع الفقه، لأنه هو نور الفقه وزبدته، مثل التصوف للذي يقرأ النحو، ويسمونه أهل الصوفة المراقبة، لأنه في كل نفس مراقب ما حكم الله ما حكم الله عليه أو ما حكم الله عليه. وقد أخبرت عن بعض الأجلة من الفقهاء حقا أنه كان إذا سئل في مسألة يسكت ساعة وحينئذ يجيب، فسئل عن ذلك فقال أنظر أيهما خيرتي وحينئذ أفعل، فأنظر كيف جمع، فانظر كيف جمع هذا السيد بين ثلاثة، بين ثلاث: الفقه العام وفقه الحال والمراقبة. ولقد أدركت بعض المباركين من أهل الصوفة وإنه اجتمع يوما مع بعض الفقهاء المتبرزين للفتوى، وكان فيه أهلية لذلك، غير أنه كانت السلطنة تستعمله في المشاورة في الأمور لفضله، فتكلم مع ذلك الفقير وطلب منه الدعاء، وكان ذلك من شأن التنازل للفقراء وطلب الدعاء منهم، فقال له الفقير على طريق التواضع أيضا: بل أنت الذي ينبغي أن تدعو إلي أو تدعو لي، لأنك من علماء المسلمين وفقهائهم. فلم يتمالك رحمه الله أن غلبته الدموع حتى كادت نفسه تزعر من كثرة بكائه، وهو يردد ويقول: مثلي يحسب من العلماء، والله ما يكون العالم عالما حتى لا يخرج له نفس إلا لله وبالله، وإنما نحن ممن يلعب في دين الله. ولقد رجوت بذلك اليوم وذلك الاعتراف مع ما كان فيه من الدين أن الله عز وجل يرفعه بذلك في الآخرة مع المقربين، جعلنا الله جميعا هناك بفضله لا رب سواه. وهنا انتهى تعليقه على هذه المسألة. الخلاصة أن الإنسان لازم يراعي فقه الحال في نفسه. وعشان كده يقول لك الصوفي ابن وقته. الصوفي إيه؟ ابن وقته. يقول لك عبادة إيه؟ الوقت. فالإنسان في الصوفي يراعي عبادة الوقت. كل وقت دي العبادة بتاعته الأفضل. فعليك أن تبحث إيه أفضل عبادة ليا دلوقتي؟ وتعملها. ولازم تسأل نفسك. فدي نقطة مهمة. ولا تنظر إيه هي أوفق عبادة وأيسر على نفسك فتفعلها، وإلا تبقى بتطيع نفسك. لكن تنظر لأوفق عبادة من جهة الشرع لك في هذه الحالة، يسموها إيه؟ عبادة الوقت أو عبادة الأنفاس. وشكله لك الصوفي ابن وقت. فالإنسان الصوفي إذا سمع الأذان يبقى عبادة الوقت إيه؟ إقامة الصلاة. إذا فعل معصية عبادة الوقت إيه؟ أن يقلع عنها ويتوب في الحال. إذا جاءت إليه نعمة عبادة الوقت إيه؟ أن يشكرها وينفق منها. كويس؟ فكل وقت له عبادة. إذا دخل بيته عبادة الوقت إيه؟ يراعي أهله وينصح لزوجته ويعاملهم معاملة حسنة. إذا جلس مع صديقي بيشاور، وعبادة الوقت إيه؟ أنه يصدقه في النصح. إذا صار في وقت صنعته أداء صنعته، عبادة الوقت إيه؟ إتقان الصنع، أنه يتقن الصنع ولا يلتفت لغيره حتى تخرج متقن. فكل وقت له عبادته الخاصة. ولذا يقال أن الصوفي يأخذ حظه من كل شيء، يعني يأخذ ثواب كل شيء، لأن ما بيعمله مش ملتفت إلا لهذا الشيء فيحسنه، ولا شيء يأخذ حقه منه، لأنه عبد لله لا عبد للشيء. فالصوفي يأخذ حقه من كل شيء وحظه من كل شيء، ولا شيء له حظ فيه، لأنه هو خالص لله عبد لله. هو ده الصوفي الحق. إنما الإنسان المشوش يبقى في الصلاة بيفكر على إيه؟ بيفكر في فلوسه وبيته وعياله وأصحابه ومهنته، وفي بيته قاعد بيفكر في شغله، وفي شغله قاعد بيفكر في بيته. فلو هو في بيته عايش مع أهله كويس، ولو هو في شغله عايش في عمله كويس، ولو هو في عبادته خالص مع الله، فملتفت باستمرار إلى ما لا يفعله،
قلب ملتفت إلى ما ليس هو فيه، فده إنسان مشوش. لابد أنك أنت تبقى ملتفت تماما في اللي أنت بتعمله، لدرجة أنك أنت بتلعب التفت للعب بس عشان تاخد حظك من اللعب، تقوم يحصل لك ترفيه. إنما لا، الطالب البليد يبقى بيلعب وضميره مأنبه عشان مش مذاكر، فلا خد حظه من اللعب ولا روح ذاكر، فيعيش طول عمره مؤنب الحال والضمير، فتلاقيه مش مستريح في الحال، لا راح لعب انبسط، ولا راح قعد في البيت ذاكر فانبسط، ولا عمل حاجه. يروح البيت يقعد يذاكر يلاقي نفسه زهقان، بيفرق بيفكر في اللعب. فلو هو قاعد بيذاكر مستريح، ولا هو بيلعب مستريح، يجي يصلي يقوم يبقى مشوش، الامتحان قرب انا ما ذاكرتش هعمل ايه، وقاعد يفكر وهكذا. يبقى انسان مشوش قلبه باستمرار ملتفت لما ليس هو فيه. انما شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، يبقى مع الصحابه يراعي الناس ويكلمهم ويضحك مما يضحكون منهم ويتعجب مما يتعجبون منهم، يبقى عايش معاهم ابن وقته صلى الله عليه وسلم. وقت الجهاد تلاقيه ايه؟ اسد مغوار صلى الله عليه وسلم، يعني يختبئ خلفه الرجال والفرسان وقت الحرب. وقت العباده لا يجري احد، خالص مع الله، حتى انه يكشف في محرابه الجنه والنار ويوحى اليه ويتجلى الله عليه في صلاته ما لا يتجلى على غيره، لانه في صلاته خالص لمولاه. مع زوجاته يتبسط معهم ويضحك معهم ويقضي حاجتهم ويخدمهم، عشان كده اخذ حظه من كل شيء، ولا شيء اخذ حظه منه. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول الصوفي ابن وقته يعني يبقى على اسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان لا يوجد قول عند الصوفيه الا وله دليل من السنه النبويه الشريفه، علمه من علمه وخفي عن من خفي عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق القرب وأن يسلك بنا مسالك أهل الجد. آمين يا رب العالمين. اللهم يا كريم، في ذاتك رفعة وفي صفاتك جمالا وفي أفعالك عطاء وبذلا من قبل طلب الطالبين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. كريم الذات شرفا ورفعا، جميل الصفات خلقا وخلقا، دائم العطاء من خزائن رب العباد، وكيف لا وقد أرسل رحمة للعالمين. ففي كرمه كالسحاب المرسلة تعم كل العباد والبلاد والدواب، فهو للأكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى، فصار عائلا للأكوان من خزائن الكريم، ووجدك عائلا فأغنى، صلاة تورثنا كرما ورفعة في ذاتنا، وجمالا في أوصافنا وأخلاقنا، وعطاء لكل من سألنا، ورجانا حتى نسع الناس بأخلاقنا إن لم نسعهم بأموالنا. يا الله يا غني يا كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاك الله خيرا.